بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحرف تعريف أول لما فقط فلمة عرف تقول فيه نما وقد زاد لازما كالتي والأنا والذين ثم لاتي ولترار كبنات الأوائي كذوات ابتنى يا قيس ساري وبن العالم عليه دخلا للمه ما قد كان عنه نكلا كالفل والحريس ونعماني فذكر دوى هلكه سياني وقل يسير عالما بالغلبة مدف أو مسهوب ألقى العقبة وهل فؤاد إن تنادي أو تديب أو جب وفي غيره ما كنت تنهدب مبتدأ زيد وعاذر وبر إن قلت زيد عاذر من اعتذر وأول مبتدأ وثاني فاعل أغنى في أسار ذاني وكسوة استفهام النبي وقد يجوز له فائز أول رشد فثاني مبتدأ وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبق استقر ورفع مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا والخبر يجام تيم الفائدة قوله يروى الآيات شهيدة ومفردا يأتي ويأتي الجملة هوية معنى الذي سقط له وإن تكن إياهما نكفى بهك نتك الله حسبي وكفى والمفرد الجميل فارب وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا وأخبر بظرف أو بحرف جر نوين من كائن أو استقر ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفيد فأخبرا ولا يجوز الابتداء بنكرا ما لم تفد كائن دجيد نميرا وهفة فيكم فما خير لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وعمل بر يزن وليقص ما لم يقل والأسف في الأخبار أهت أخرى وجواز تقديم إلى الضرر فامنه هنا يستوي الجزءان عرفا ونكرا عن ما بياني كذا إذا ما الفعل كان خبرا أو قصد استماله منحسرا أو كان مسندا لذي لم ابتدا أو لزم صدرك من لمجدا وأنه إنذي درهم ولوطر ملتزم فيه تقدم الخبر كذا إذا عدا عليه مدمر مما به عنه منيدا يخبر كذا إذا يستوجب التقدير كأين من علمته نسيرا وخبر المسؤول قادم أبدا كما لنا إلى اتباع أحمد وهل ما يعام جائز كما تقول زيد بعد من عندكما وفي جواب كيف زيد قل دنيب وزيد استغني عنه إذ أُعرب وبدا لولا غالبا هتف الخبر هتم وفي النص يمين إذا استقر وبعد واو أين اسمه مما كمثل كل صانئ وما صنع وقبل هل لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أُدمر قدرني البدا مسيئا وأتم تبيني الحق منوط بالحكام وأخبر باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعر ترفعك المبتدا اسما والخبر
تحسبه ككان سيدنا عمر ككان طلبا تأدها أسبها أمسى وصار ليس جال بريها فاتئ وارتقى وهذه الأربع لسبينا في أولنا في مبتدا ومثلك نذا ما بسبق بما فأتي ما دمت مصيبا درهما وغير مد مثله قد علل إن كان غير مد منه استملا وفي جميعها تواسط الخبر عجز وكل سبقه دم حضر هذاك سبق خبر من فيه فجبها متلوة لا تليا ومن السبك خبر ليس استفي والذم مما برافع يختفي وما سواه ناكس ونقص في فتئ ليس زال دائما كفي وليالي العميل ما مل الخبر إلى إذا ترقان أتى أو هرب جار فمدمر سانس ما إن وقو مهم ما استبان أنهم تنع وقد تجد كان في حسبك ما كان أصحى علم ما التقدم ويدنونها ويبقون الخبر وبدا إن ولو كثيرا دستها وبدو أن تريد ما أنهرتك كمثل أما أنت برفا تقترب ومن مدري إن لكان منجزم تذب نون وهو هلف ما تزيل